ذلك نسأل الشيخ محمد الحمادي، وهو أحد طلبة الشيخ نادر تقبله الله. شيخ محمد، كيف يوصف الشيخ نادر العمراني معكم كطلبة من ناحية المعاملة؟ هل كان شديدا في التعامل مع الطلبة؟ كيف كان يتعامل معكم؟ كان الشيخ تقبله الله كما قلت لك صديقا وأخا كبيرا، يعني كان سمحا، لا أذكر مرة أنه أغلظ القول لأحدنا، ومع ذلك ومع تسامحه بل ويعني ويمازحنا أيضا أثناء الدرس وقبل الدرس وبعد الدرس. ومما أحب أن أذكر في هذا، لا أذكر أن شيخنا قد ذكر طالبا عنده كبيرا كان أم صغيرا باسمه مجردا، بل كان ينادينا بالشيخ فلان. وهذه الآن يعني لو كان هناك مداخلات لطلبة آخرين سيؤكدونها، لا أنا شخصيا في جميع دروسه لا أذكر أنه ناداني أو نادى آخرين، ونحن يعني حتى كلمة طلبة العلم لا تصدق فينا، لا أذكر أن هناك أحد لا باسمه المجرد هكذا بل يقول لنا يا شيخ فلان ويا شيخ فلان. فمع تبسطه وتواضعه وكما قلت لك ممازحته لنا في أثناء الدرس، يعني في سهولة وإسهابه في سهولة إعطائه المعلومة، لكن لم يفقد ولو للحظة هيبته وقدره ومكانته فينا، فكان في موازنة